السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي ومشاهدي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون النص الوظيفي الأول، موكب الشموع. سنقوم بالإجابة على أسئلة هذا النص. أغني معجمي. أضيف الصفات المناسبة للكلمة الآتية: الشموع، ضخمة، فخمة، ملونة، كبيرة، كأنها مآذن عالية. أفهم. السؤال الأول، أختار الجواب الصحيح مما يلي: يتم الاحتفال باستعمال الشموع في عيد المولد النبوي. السؤال الثاني، أضع علامة في الخانة المناسبة. حفل الشموع احتفال حديث الظهور. خطأ. يصنع الشماعون الشموع الضخمة طيلة السنة. خطأ. تحضر الموسيقى خلال الاحتفال بالمولد النبوي. صحيح. السؤال الثالث، أستخرج من النص ما يدل على أن المدن العتيقة بالمغرب هي التي تشهد الاحتفال فقط. للرسول صلى الله عليه وسلم مكانة خاصة في قلوب المغاربة. ما يدل على أن المدن العتيقة بالمغرب هي التي تشهد الاحتفال فقط. لا تزال مدينة سلا تحافظ عليها إلى اليوم، وقد شاعت هذه الاحتفالات البهيجة بمدينة فاس، وكذا الحال في مدينة سلا وغيرها من المدن المغربية، واستمرت خلال عصور الدولة العلوية إلى اليوم. ما يدل على أن للرسول صلى الله عليه وسلم مكانة خاصة في قلوب المغاربة. إذا أقبلت طلائع المولد النبوي المنور، يعكف الصناع على صنع الشموع. فإذا حان موعد الاحتفال، يكون الاحتفال بزف هذه الشموع في موكب ضخم تحضره مواكب المنشدين. يضج المتفرجون بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على النبي الكريم. السؤال الرابع، أرتب الأفكار الأساسية الآتية حسب ورودها في النص. الفكرة الأولى، الاستعداد للاحتفال بذكرى المولد النبوي. الفكرة الثانية، انطلاق الاحتفال في جو من البهجة والسرور. الفكرة الثالثة، استمرار الاحتفال بهذه المناسبة إلى اليوم. أركب وأقوم. السؤال الأول، أصوغ الفكرة العامة للنص. الفكرة العامة للنص، احتفال بعض المدن المغربية كفاس وسلا بذكرى المولد النبوي عبر موكب ضخم للشموع يحضره منشدون وجوق الآلة الأندلسية وأجواق أخرى محلية. السؤال الثاني، أبدئ رأيي في الاحتفال بموكب الشموع. أبدئ رأيي، موكب الشموع احتفال مغربي عريق، ما تزال بعض المدن تحتفل به ليلة المولد النبوي، وهو من تقاليد بلدنا المغرب التي يجب أن نحافظ عليها.
السؤال الثالث: أذكر بعض الاحتفالات المماثلة التي تقام في مدينة